ما تاخريش. نوع استاذ معلش المدام حامل هتجيب حاجه وطالع على طول. حضرتك اركن السياره في الباركينج واول ما تطلع بتعالى لها. هكلمك على الموبايل يا ساره، مش هينفع اركن هنا. ما تشوفش المدام خارجة؟ العربية الزرقاء. العربية الزرقاء؟ ما خدتش باله والله. انا مراتي دخلت عندكم من ساعه وما خرجتش. ساعه واحده بس وقلقان ده، في منهم بيقضي اليوم كله هنا. لا اصلها كانت داخله تجيب حاجه وخارجه على طول. ما كلهم بيقولوا كده برضه، ما تقلقش. المدير فين؟ سارة حسين حجازي، برجاء التوجه للاستعلامات للأهمية. مدام سارة حسين حجازي، برجاء التوجه للاستعلامات للأهمية. ألو، أنا صباح الفل. قولي لي يا سارة، ما كلمتكيش النهاردة؟ ما أنت عارف مراتك ما بتصحاش غير بعد الظهر. ده مال صوتك؟ أنت اتخانقت ولا إيه؟ لا خالص، احنا كنا قاعدين مع بعض في البيت وقالت لي انا بتوحم على زيتون وديني سبينس، وديتها بقى لها ساعه ونص لحد دلوقتي ما خرجتش. يعني ايه ما خرجتش؟ طب تطلبها على التليفون. حضرتك جربت تشوفها في المحلات والكافيهات؟ ثواني يا نانا، بلغ البوليس لا يكون حد عمل فيها حاجه. لا تقلقيش يا طنط، انا هدور عليها. انا هكلم مراد ونجي لك على طول، ما تتحركش من عندك. خير يا مدام؟ بنتي مش لاقيينها. ربنا يستر، البلد ما بقاش فيها عميل. عيني هاد ايه؟ لا بالراحة عشان افهم. بالراحة. راحوا يشتروا حاجة من سبينيز، قاعد مستنيها ساعة برا ما خرجتش وما بتردش على التليفون. طيب اقفلي وانا هتصرف. اقفلي. انا اسفة على التأخير يا مراد. بيه طبيلي اسماعيل بيه في الداخلية. حاضر. خير يا مراد؟ في ايه؟ بنتي جوزها مش لاقيها. اتفضل. اسمعي بيه، مراد شبكي معاك. الله يخليك. اسمعي بيه، انا خايف لكون بنتي اتخطفت. يا غادة. يا شريف. بقولك يا سارة ما كلمتكيش النهارده؟ لا ليه، هو في حاجه ولا ايه؟ طب اكلمك تاني. سارة
في ايه يا استاذ؟ سارة مفيش حد هنا. خلي بالك. ولا عدت عليكي ولا اتصلت؟ لا 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 مفيش حاجه. انت شفت المدام وهي داخله؟ اه حضرتك شفتها وهي داخله. شفتها تاني وهي خارجه؟ اه والله مش شفتهاش. فاروق باشا المدير مستنينا في مكتبه. غالي بس حلو يعمل لي كل اشارات الكاميرات دي. تمام سعدك. شريف بيه فاروق بيه عبد الكريم مصطفى بيه محمود من المديريه. اهلا وسهلا. شريف بيه جوز مدام ساره مراد الشوكي. ساره حسين حجازي مراد بيه جوز مدام نهاد حمادي. انا كنت فاكر مدام ساره بنت مراد بيه. في الحقيقه يعني بيعتبرها زي بنته بالظبط. في ايه؟ مرضك تاخر عليك شويه تعمل في نفسك كده؟ تصدق بالله لولا لعبك كنت قلت لك الف مبروك. يا استاذ كمال اللي ما شفت يعني قدام الراجل فنجان قهوه ولا كوبايه عصير احنا ضيوف. انا اسف التوتر بس نسى الواحد يعمل الواجب. لا لا توتر الحاج طقم شاي بقى لاخواتك ودلعك. عاوز طقم شاي في المكتب حالا. استاذ كمال قال لي ان مدام ساره حامل. عرفت ولد ولا بنت؟ لا الحقيقه لسه. كل يجي ربنا كويس. طب وبابا يعني؟ ان شاء الله. معاك صوره ليها؟ معايا صورنا على الموبايل ممكن اوري حضرتك صوره ليها. طيب ابعتها لي الرقم ده. هي كانت لابسه ايه يا استاذ شريف؟ كانت لابسه بنطلون تريننج كحلي وتوب نبيتي ونضاره شمس. انا بعتها. بنتي فين يا شريف؟ الست دي اشترت منك النهارده؟ لا حضرتك ما بعتلهاش. طب بص كويس انت متاكد؟ متاكد حضرتك. الخيار ده بتخليلوه هنا؟ حضرتك. ها؟ حضرتك. بقول لك ايه؟ مش جايز تكون اشترت من الاعلانات الجاهزه؟ في واحده حامل تتوحم على زيتون معاملات ملوش طعم. عملت ايه في تليفون بعد ما كان بيرن سيادتك؟ اتقفل. كلم شركه محمود؟ حصل يا فندم وهيبلغونا مكان التليفون اول ما يتفتح. طيب. اقعد يا ابني. يعني ايه بتهالك؟ انا راجل يا باشا بتاع رب وما بحبش اتملى في الحريم. يعني هي كانت لوحدها ولا معاها حد؟ لا لوحدها. ما لاحظتش عليها حاجه كده ولا كده؟ يعني ايه سعادتك؟ يعني خايفه قلقانه. يا باشا انا قلت لسعادتك ان انا ما لحقتش اتملى في وشها. انت هتستهبل؟ منين هي ومنين ما لحقتش اتملى من وشها؟ اقعد يا ابني. جاري يا استاذ شريف انت مش شايفني بتكلم مع الراجل؟ واحنا هنفضل نتكلم بقى لحد لما يحصل لها حاجه؟ مراد بيه انا لغايه دلوقتي بشتغل عشان توصيت اسمها الباشا، لكن لو مشيها قانوني بتحرك بعد 24 ساعه. جاري يا حضره الضابط انت هتقتلني عشان بتساعدنا؟ مراد مخطوف. لا 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 مش كده يا شريف مش كده اهدى شويه. لا حول ولا قوه الا بالله. استاذ كمال اوضه الاساتذه يرتاحوا فيها بعد اذنك يا مراد بيه. اتفضلوا يا استاذ اتفضلوا. ما تزعلش مني الراجل مهور على مراته وحط نفسك مكانه. ربنا يعينه يا باشا. ايه بقى اللي خلاها لفتت نظرك طالما انت ما اتملتش من وشها؟ اصلها لا مؤاخذه يعني كانت متلهوجه كده وبتمد. هو المدام اللي انت شفتها دي كانت شايله كيس هنا من السوبر ماركت؟ باين يا باشا. باين تاني؟ انا ادهولك. Thank you.
اتخانقتوش مع بعض؟ يعني هما لو كانوا بيتخانقوا كانت بنتك هتدفش برضه؟ انت عارفه ساره سي يا ابني. اخدت الدواء؟ اوه واضح ان انا نسيت الدواء في المكتب. اسمه يا عم وانا اطلبه. لا مفيش داعي يا ابني، انا كده كده هروح اسيبك انت كمان تستريح. لا انا مش هتحرك من هنا غير لما اعرف بنتي جرالها ايه. يعني وعدك هنا ولا اعرفك مكانها؟ الله، مش يمكن تتصل او هي تيجي بنفسها؟ خلاص يا عم خليها براحتها. انا هروح اخد ده واتصل بيكم من هنا. كل يا شريف، مصطفى بعت لك واحده بدل البنت اللي مشيت دي؟ لا مش عايز حد ابعته لك من المكتب؟ لا مفيش داعي. طيب سؤال اخير، حضرتك من اهل مراد بيه؟ بقول لك يا عمي، ما تعرفش حاجة عن الواد اللي كانت سارة خبطته بالعربية؟ لا أنا ما أعرفش، بس خطيبها أكيد عارف. آسف يا شريف، أنا قصدي حسام ممكن يكون عارف. الواحد مش عارف يتكلم على نفسه النهاردة. أنت بتسلي؟ لا ما تشغلش بالك، اتفضل حضرتك. أنت مش عايز حاجة؟ لا لا شكرا. انت تاني؟ ينفع نتكلم راجل لراجل؟ ليه، هو الكلام اللي كان بيننا قبل كده كان كلام نسوان ولا ايه؟ انا جاي مكتبة غصب عني. طب وجاي ليه؟ عايز اعرف الراجل اللي سارة خبطته بالعربية وانت معاها حصل له ايه بعد كده؟ ياه، ده ايه اللي صحاك دلوقتي؟ الموضوع ده فات عليه اكتر من 6 شهور. محاولش يتصل بيك؟ والحاول يتصل بيا ليه؟ والراجل اتراضى والموضوع خلص. مش ده اللي جايبك. انا مش لاقي مراتي. مش لاقي مراتي. لحد تخنقها بسرعه قوي كده ولا تكونش تفشت عشان انت مقصر معاها؟ هي ذكر بلغ البوليس. يا عمي لا مفيش، عربية خبطتني وانا بعدي الشارع. لا 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 بسيطة بسيطة، مش مستاهلة. ما انا جيت لقيتها نايمة ما رضيتش اصحيها. ماشي يا عمي، وحضرتك من اهلي، مع السلامة. انا هروح اغسل لك التيشيرت. استاذ شريف عيد الدين يا فندم. خليه اتفضل. اتفضل يا فندم. اهلا. ازيك يا استاذ شريف؟ ايه ده؟ لا لا حاجه بسيطه. خير؟ ايه اللي حصل؟ عربيه خبطتني وانا بعدي الشارع. خدت من مرتها؟ لا مش مستاهله، ده انا كنت سرحان. الف سلام عليك. اتفضل. لقيتوا حاجه؟ والله اغلب الكاميرات محطوطه على ارتفاع عالي مش مبين الوشوش. هو مش انت رحت مع نسابك امبارح؟ ايوه. اما الحادثه دي حصلت امتى؟ ما انا نزلت بالليل ادور عليها. مش دي برضه مبصره؟ هي. بص يا استاذ شريف، واضح ان مدام سارة اتخطفت بجد، بس اكيد اللي خطفوها اتصلوا بيك.
محدش يتكلم. مش بالسرعه دي، هيسيبوك يوم اتنين لغايه ما تستوي، بعد كده اتصلوا بيك بلغوك طلباتهم. حد كان عارف ان انتوا رايحين المول اليوم ده تحديدا؟ لا. وده انت؟ هو ده. اغلب حالات الخطف اللي بتتم اليومين دول بيبقى وراها حد من المحاطين بينا، شغاله، سواق، بواب كده يعني. لا احنا حاليا من غير لا شغاله ولا بواب. معقول قاعدين كده في ظل الطلقه؟ لا ساره مشيت الشغاله من كام يوم، بواب مراته بتولد في سفر لها البلد. فاروق باشا. ايوه. تليفون مدام ساره اتفتح دلوقتي وعرفنا مكانه. عن اذنك استاذ شريف. عن اذنك انا جاي معاكم. ما ينفعش ما ينفعش، ايه دي مراتي. انتوا متعودين تبطئوا من السوبر ماركت ده؟ لا ساره عمرها ما راحت سبينز قبل كده. مش معنى اليوم ده تحديدا؟ غدا ممدوح جيراننا كانوا شكروا ساره في الزيتون والجبن من السوبر ماركت ده. والكلام ده من امتى؟ اول امبارح. طب قالت لهم انا رايحه تاني يوم؟ لا ما اعتقدش. اه كده. هنا فين؟ هو ده المربع اللي في التليفون. خد يا في حد هنا بيبيع موبايلات؟ سعيد لولا. فين؟ على اول الناس الكايه. طب امشي انت. خليك جنبي عشان المنطقه دي قلق. جبت منين الموبايل ده يا عم؟ اشتريته. اشتريته منين؟ من الواد عبد الزبال. مين ده عبد الزبال؟ الواد شغال في النظافه بتاعت مول العرب. فاروق باشا، الواد سعيد ده طلع كلامه صح، نخليه ولا نمشيه؟ لا طبعا تمشيه، بس ما تنساش بقى توصله بعربيه ميري لحد البيت. ايه يا صفوه؟ الواد حرام والموبايلات اللي عنده كلها مسروقه. تمام ساعدك، على اذنك. انما انت طلعت عصب. ايوه يا استاذ شريف، انا افتكرت ان هو اللي عاملها. عصب كده برضه في شغلك؟ لا لا اكيد لا. ليه؟ البني ادم فينا يا اما عصبي يا مش عصبي ولا ايه؟ لا في الشغل ببقى محتاج اطمن العملاء اللي هم يستثمروا فلوسهم في البورصه. اديك شايف الظروف المنيله اللي احنا فيها، كمان هتعصب عليهم؟ اه بس الشغل مش ماشي اليومين دول. هو في حاجه ماشيه اساسا عشان الشغل يمشي؟ انت قلت لي اسم الشركه اللي انت شغال فيها؟ بص بيني وبينك انا ماليش في البورصه، ما فهمتهاش. القاهره جديده للاستثمار. طب انت مفيش حد من زمالك في الشغل عندك مشاكل معاك؟ لا لا. ولا حتى مديرك؟ مديري ايه ده؟ صاحبي. صاحبك شغال عنده؟ شغال معاه مش عنده. طب انت دخلك ما تأثرش لما البورصه اتضربت؟ انت عايز توصل ليه يا فاروق بيه؟ عصب كده برضه على مدام سارة؟ لا. ما قلتليش يا استاذ شريف انتوا اتعرفتوا ازاي؟ الكومباوند اللي انا اشتريت فيه عاملين نفس النموذج بتاعه في الساحل. كانوا جايبين سارة ومامتها يفرجوهم على ديزاين الفيلا الموجودة في القاهرة، عشان يعني لو عجبهم يشتروا فيه. انت قلتلي اسمه ايه الكومباوند ده؟ اب تاون كايرو. شريف حسيت طبعا اعجاب من اول نظرة. تقدر تقول كده. وصلوا بعدها بقد ايه؟ يعني شهر تقريبا. ياه غريبة. ايه اللي غريب فيها؟ فترة صغيرة قوي انك تتعرفوا وتتجوزوا بالسرعة دي. ما انا برضو مش فاهم انت عمال تلف وتدور على ايه؟ تقولي بتتعصب في الشغل، بقولك لا. بتتعصب على مدام سارة، بقولك لا. اقولك اتجوزتها بعدها بشهر، تقولي غريبة. انت عاوز ايه؟ عايز اساعدك. جوز بنتك طلع خلقه ضيق قوي. اه بس واد راجل ومحترم. بتحبه انت؟ هو من يوم ما طلب يد ساره وانا بعمله زي ابني، قلت شين عني الحمل. حمل ايه ده مش شغال معاك؟ الحقيقه انا عرضت عليه بس حسيت ان هو زعل. زعل ليه؟ يعني يمكن مش عايز يتقال عليه ان هو شغال عند ابو مراته مثلا. كنت
والله ساره اللي ما كانتش موافقه. انا ما سالتهاش اصلا. طب مش غريبه يا مربي انك تعرض عليه يشتغل معاك من غير ما ترجع لها؟ لا مؤاخذه انا ما تزعلش مني في اللي هقوله، ده مالها برضه. انا مش فاهم قصدك ايه بمالها. يعني في الحقيقه في الاول انا كنت عارف ان هي بنتك، بعد كده عرفت انها بنت مراتك وابوها المرحوم حسين حجازي، وانا وانت عارفين الراجل يعني كان سايب كتير قوي ولا ايه؟ انا كمان كان عندي كتير لما اتجوز نهاد. يعني ساره لسه فلوسها باسمها؟ فلوس ساره وفلوس نهاد وفلوسي دخلوا في بعض. لخبطتهم يعني. واسماعيل ما قالكش انت بتكلم مع مين ولا ايه؟ هي مدام نهاد جوازت حضرتك الاولى؟ ايوه. ومتجوزين بقالكوا قد ايه؟ من 10 سنين تقريبا. هو حضرتك شاكك فيا بتحقق معايا يعني، ولا شك في شريف ولا ايه؟ والله يا مراد بيه انا شغلي علمني ان اشك في كل اللي حواليا وبعد كده استبعدهم واحد واحد. حتى انا؟ حتى انا. عيب يا مراد بيه، اسماعيل باشا مصين ده كلام. شريف كمان تقدر تخرجه بره اللعبه دي. غريبة حضرتك بتتكلم عن شريف بالثقة رغم ان انتوا يعني نسايب من 4 شهور. طب دي فترة صغيرة قوي انك تثق في الثقة الكبيرة دي. اظن ان انا عندي خبرة كفاية بالناس وانا ما كنتش جوزته بنتي الوحيدة. طب حضرتك انا عرفت ان سارة قريبة منك قوي، مفيش مرة اشتكيت لك من شريف حاجة كده ولا كده؟ لا ما حصلش. ولا حتى ان ظروفه المالية مش تمام؟ برضه ما حصلش. هو تقيل قوي كده؟ يعني ان انا اعرفه ان شريف عايش كويس، راكب عربية كويسة، الفيلا اللي هو ساكنها مشتريها بفلوسه. حتى اخيرا كنا في حفله وكان بيكلمني على شويه توسعات. حفله ايه دي؟ حفله كنا حضرناها ليله ما ساره اختفت. كانت فين؟ كانت عند نانسي جارتهم. جارتهم نانسي. حلوين؟ قوي. اتفضل. ذوق حضرتك رائع. ميرسي. مع ان هنا كل الفلل شبه بعض بس فيلتك حقيقي مختلفه. اتفضل. شكرا. سألني حضرتك من غير مقدمات. يا انت سخنه قوي. مش عايزه اضيع وقت حضرتك. وقتي ولا وقتك؟ تحت امرك. ميرسي. اتفضل. ماليش في البرتقال نهائيا. معقولة؟ هسيبني اشرب لوحدي؟ انت ساكنة هنا بقالك كتير؟ من 4 شهور تقريبا. يعني استاذ شريف ومدام سارة اصحابك؟ تقدر تعتبرهم جيراني. الصحاب؟ ما انا قلت لحضرتك جيران. طب احب اعرف الفرق بقى ما بين الصحاب والجيران. الجيرة لها اصول بس الصحاب حاجة تانية. مش فاهم. يعني الجيران نسلم على بعض، نزور بعض في المناسبات، بس لازم ناخد بالنا في كلامنا معاهم. لكن الصحاب حاجه تانية. تقدر تقول كده انك ممكن تقعد معاهم ملط. ملط؟ بس مش المعنى الحرفي للكلمه طبعا. طبعا مفهوم. هو حضرتك ساكن هنا لوحدك؟ مطلقه. مفهوم. هو ايه اللي مفهوم؟ ان حضرتك مطلقه. ودي حاجة وحشة ولا كويسة بقى من وجهة نظر حضرتك؟ دي نعمة من عند ربنا. واضح قوي انك مبسوط في جوازك. عرفتي ازاي ان انا متجوز؟ الدبلة اللي في ايدك. هي الدبلة دي اللي موقفة عنها. طب ما تقلعها وتاخد راحتك. عسل والله يا مدام نانسي. شفت انت عسل ازاي؟ عشان متطلق. بالك انت لو متجوزة كنت بقيتي حاجة تانية خالص. انت نسيتيني انا كنت جاي ليه؟ عشان تسألني عن سارة. سارة. عرفت ان حضرتك كنت عاملة حفلة قبل ما تختفي سارة بليلة. مظبوط. ملاحظتيش عليها حاجة في الحفلة دي؟
هذا ازاي حاسيني حاسيني انت اكتر زيك الحمد لله انا اول ما شفت الحفله التحفه دي قلت اكيد اكيد وراها غاده اتفضل لا ما بشربش ما ايه ما بشربش ما بتشربش في المطلق ولا ما بتشربش قدام مراتك لا ما ليش فيه هم ليك فيه ليه في ده بس متهيألي يعني ما ينفعش هنا هو لو ما فيش الناس دي كان ممكن ينفع طب ما الناس دي اكيد هيمشوا طب ما انت اكيد هتمشي معايا مش اكيد خالص ايه اللي كده البتاعه دي هنا ما انت عارفه يا حبيبتي ابوكي ما يقدرش يتصرف من غيرها وانت عادي كده انت تهبت يا ساره دي من دورك يا حبيبتي وبعدين اطمني ابوكي عاقل ومالوش في الكلام ده بالراحه عشان مش هجيب لك تاني انت عارفه انا نفسي فيه دلوقتي عارفه بس خد بالك احسن بنتك ما شالتش عينها من علينا هي بتحاول تسخن يد علي انا مش عارف اعمل ايه مع ساره دي يعني انا لو مراتك ترضاهالي كبري دماغك يا غاده لا مش هكبر دماغي يا شيخ وعايزك تقول لي انا غلطانه في ايه مش هنحلها هنا احنا في حفله تعالي في البيت ونتكلم في الموضوع ده على رواقه صندوق مالك تايه كده ليه حاضر اظن مراتك في الحفله دي طرقعت نانسي مبلغ محترم هي نانسي تعرف غاده حضرتك هي من ساعه ما اشتغلت وبقت هي دي نوعيه معرفتها حرام عليك دي نانسي غلبان هي غلبان الصراحه يعني واحده بتتجوز وصلنا مرتين وتقلب اللي هتتجوزه تبقى اكيد غلبان طمنتني كده شريف من السكه معاها ايه ده انت خايفه على شريف عشان تلف عليه انت ما اعتقدش يمكن انت تاهله صراحه بقى كنت المفروض تقلق حضرتك هي الحفله دي كانت بمناسبه ايه الحفلة دي يا سيدي بمناسبة ولا حاجة يا ربنا ما يقطعلك عادة من هنا ورايح بقى عايزك تعتبريني من صحابك مش من جيرانك مفهوم ايوه فاروق باشا صفا حطيني نانسي تحت المراقبة 24 ساعة ليه يا باشا انت شاكك فيها ولا ايه كجار لا كاصحاب واعمل لي تحريات على غدا وممدوح ومراد بين تمام يا باشا اوامرك ماشي سلام انت لسه في عندك حاجه تاني ايوه في حاجه كمان ده مهم قوي مساء النور نرمين صح؟ ايوه اتفضل ما استغربيش الباشا مالوش سيره غيرك واضح انك عايز يكون في اي اخبار؟ خير يا مدام ان شاء الله اهلا يا فاروق بيه باشا ازيك يا فندم اهلا وسهلا على فكره انا مراقبين كل تليفوناتك يا ريت تاخد بالك مش فاهم يعني عشان لو في حاجه كده وكده مساء الخير يا فاروق بيه على فكره احنا حاطين تليفوناتك انت ونسايبك تحت المراقبه عشان اول ما يتصلوا نعرف مكانهم اهم حاجه ان انت تطول المكالمه على قد ما تقدر وما تختلفش معاهم على اي حاجه يطلبوها ولازم تصر انك تكلمها بنفسك هم ممكن يكونوا عملوا فيها حاجه لا بس ده هيطول المكالمه شويه واحنا ما فيش حاجه في ايدينا غير ان احنا نستنى هو انتوا مش عارفين كل المسجلين 90% من اللي بيخطفوا اليومين دول لا سوابق ولا مسجلين خطر خلاص الخطف بقى موضه اتفضل شكرا انا ماشي يا شريف عايز حاجه لا لا شكرا معقولة انت قعدت عشان تعملي القهوة بنفسك؟ اوكي تعب لكم فرحك انا اسف لو كنت متجوزة لا مش متجوزة عن اذنك يا عم شريف يا رجالة اتعملت في نظرها ولا ايه؟ بس انا حاسس في رجليا نانسي وبعد كده نرمين ايه ده؟ نانسي جارتنا؟ جارتك انت احنا خلاص بقينا اصحاب انتوا اتقابلتوا؟ كانت بتكلمني على الحفلة حفلة؟ كلام فاضي رغي نسوان انا عايز اعرف منك انت ايه اللي حصل في الحفله دي
وحش قوي الزيتون ده بجد. سوري يا غدا، انا نسيت خالص ان انت اللي عامله الحفله. ايه يا بنتي الهبل ده، كويس ان انت قلتي لي عشان اقول لهم ياخدوا بالهم. ده ممدوح الضايع بيجيب زيتون تحفه من سكين. عجبتكم ها ضايع؟ اه قولي لي بقى اشتري انت حاجه البيت. ايه ده، يعني انا لما شفتك في المول اول امبارح كنت بتجيب زيتون؟ انا ايوه انت الساعه 1 ازاي يا معلم؟ انا بروح البنك الساعه 5 ازاي هبقى في المول واحد؟ جايز بقى حد شبهك؟ اكيد مش جايز. هو اللي كان هناك ها؟ ما خدتش بالي ان انا اشتريت حاجه ومشيت على طول. هرد على التليفون. الو ايه ده؟ اكيد مش هو، لو كان هو كان قال لك. انا زهقت من الراجل ده. يا حد يحط الساعه 1 الظهر مدارس قوي يا عم. ولا قط ولا نيله، كان عندي مشكله من فرع وبخلصها. فرع يا ابو فرع، ولو هو فرع ما قلتلهاش ليه؟ بقولها ليه؟ هي مش فاضيه لي. ايه ده الموضوع كبير بقى يا ده. من ساعة ما اشتغلت شغلانة الزفت دي ما بقتش ولا مراتي. ايه يا عم؟ اتكبر الموضوع قوي، كل ده عشان نمرتك على موضوع الزيتون. تعمل عقلك بعقل الزيتونة. ما دام ايه يا عم الشريف، انت ما تعرفش حاجة. ما هي الهنم خلاص فتحت حساب في البنك ورصيدها عمال يزيد. انا فتحت بقت بجحة اللي معاه قرش هو اللي بيركب. اوعى يا شريف تخليه سارة تشتغل. خليك كده راجل البيت ذكر. وحياتي عندك يا شريف، هو اللي كان في المول؟ يا ده ما تدخلنيش بينك وبين جوزك. اخص عليك يا شريف، يعني انا لو مراتك ترضاها لي؟ كبري دماغك بقى، ممدوح بيحبك. كان بس دلوقتي معرفش. مش هنحلها هنا، احنا في حفله. لما تروحي البيت بقعدي معانا رواقه كده وتصافى. ماشي. غاده مدام سمير ازيك يا حبيبي؟ وحشيني. اتفضل. لا ما بشربش. ما ايه؟ ما بشربش. ما بتشربش في المطلق؟ ولا ما بتشربش قدام مراتك؟ لا ما ماليش فيه. ليك في ده؟ ايه ده؟ يا مزاجك. عايز؟ عادي كده قدام الناس ينفع؟ لو مكسوف ممكن بعد ما يمشوا. هما بعد ما يمشوا انا اكيد همشي معاهم. اه طبعا، بس انت ممكن تلف وترجع تاني بعد ما يمشوا. والله انا نفسي الف وارجع تاني بعد ما يمشوا، بس زي ما انت شايفه كده في لجنه مخافيه الذهب. يا بنت الايه، في حاجه؟ لا مفيش. كمل كمل. هلو هلو، عايز تكلمي فهمي خليه يجي بكره المكتب الساعه 5 عشان يقعد يخلص مع الراجل. انا مش قادره افهم احنا جينا الحفله ليه، ما كنت قعدت في المكتب احسن. يا نانا انت عارفاه من زمان هو مش هيبطل شغل. ما بيردش. لا خليكي ورا، انا ما صدقت ان انا اقنعت الراجل يقعد معاها. خليكي ورا. صور الحفلة دي فيديو؟ طب وإيه اللي حصل تاني؟ معرفش،
انا وساره مشينا وسبنا الحفله شغاله. لا انا مش عايز اعرف ولد ولا بنت، عشان خاطري نفسي اعرف. يا حبيبتي انا طول عمري مستني اليوم اللي قال الدكتور بقى طلع لي كده يقول لي استاذ شريف، اقول له نعم يقول لي مبروك ولد. ولو بنت؟ مبروك بنت. ما هو نفس الدكتور. على اذنك. اه طارق باشا. اه تاك تاك. استاذ شريف عايزك تيجي معاه مشوار بس من غير ما سابك نعرفه. مباحث السويس لقت جثه على طريق العين السخنه فيها مواصفات مدام ساره. للاسف الجثه ملامحها مش باينه، عشان كده مضطرين نروح. ان شاء الله مش تطلع هي. سندوتشات عشان تاكل. انا هبلغ فاروق بينهم لازم يوزعوا عليكم اكل وانتوا بتراقبوا. مش معقوله تفضل قاعد كده من غير اكل. باي. صفوت بيه. نانسي جابت لي اكل يا باشا. يا بنت ليه نانسي السيف دي مسخره. ساعتك بتضحك بتعمل ايه؟ بصراحه دمها خفيف. ايوه بس دي خطر. كويس اني ما ركبتش معاه وقالت لي تعالى وصلني حضر الظابط. فاروق باشا انا دلوقتي مش فاهم حاجه. سيادتك شاكك فيها ولا شاكك لمين بالظبط؟ انا لغايه دلوقتي شاكك ان ساره اتخطفت اصلا. قلت اجيب لكم حاجه تاكلوها. ليه بس التعب ده؟ يا سلام وانا عملت حاجه ما الطباخ اللي عامل كل حاجه. ازيك يا نور؟ اهلا حبيبتي. ليه كده يا شريف؟ اعمل ايه اللي عايزه كده؟ طيب خد الاكل وانا هتصرف. انا ما اكلتش حاجه من الصبح. قلت اكيد نوني هي اللي هتفتح نفسي. انا ماليش نفسي اكل بس هاجي اقعد معاك عصر. امال فين ممدوح؟ ممدوح ايه حرام عليك، بقولك عايزه افتح نفسي تقول لي ممدوح؟ يلا اطفي سجارتك وتعالى كل معانا. لا انا مش قادر الف انا. يلا يا شيخ. متشكر يا غاده، مش عارف اقول لك ايه. تشكرني على ايه؟ وانت اكلت حاجه اصلا؟ الو تليفونك متراقب في شريحه هتلاقيها قدام الباب. هما نقطعها في تليفونك وهنكلمك. الو الو خير يا شريف؟ ما تقول يا شريف في ايه؟ في ايه يا شريف؟
واحد بيقول لي تليفونك متراقب وهنسيب لك شريحه نكلمك عليها. ما قالكش حاجه تانية؟ شريف انت متاكد ان الشريحه بتاعت التليفون شغاله؟ شغال. انا بطلبك يا غادة، عايز اعرف النمرة. رن؟ اه 600 6095 200. ها كلمه؟ ايوه اتفضل. واحد اتصل وقال لي تليفونك متراقب وهنسيب لك شريحة هكلمك عليها. عارف انا اصنع شريحة هسيبها لك. كلموك عليها؟ لا لسه. مساء الخير يا مدام. مساء الخير. رقم الشريحة كام؟ ثانية واحدة معايا. اتفضل. اتفضل. غادة يلا ما تعطليش نفسك انت. والله انا كان نفسي اقعد معاكم لولا بس ان عندي حفلة خطوبة بكرة ولازم احضر لها من بدري. اتفضلي حضرتك، اكيد مش هتصلوا النهاردة تاني. امال اتكلموا ليه؟ عايزين يوصلوا لنا رسالة ان سارة معاهم، ودي حد ذاته شيء كويس. هو ايه اللي كويس؟ امال هتصلوا امتى؟ لما اتأكدوا ان شريف ما بلغش البوليس. طب ما انت اهو. طب على وش ظابط؟ هم اللي عرفوا منين ان التليفون متراقب؟ هم ما عرفوش، هم متوقعين ان انت اكيد بلغت البوليس، وطبيعي تكون كل التليفونات متراقبه، عشان كده انا جيت لوحدي. ولو في حد مراقب الفيلا ممكن اكون صاحبكم وقريبكم، ما تقلقش. طب وعرفتوا الرقم اللي كلموني منه؟ كشك في نازل السماعه. حنان. اه صفوة. هات القوه وحصلنا على نازل السماعه. الشارع اسمه ايه؟ انا عارفه بالشبع. على فكرة مش تفرق لو وصلنا متأخرين دقيقتين. صفوة 18 شارع خوف. ماشي بالراحة. شريف بيه بيبي. مفيش حاجة يا ماما، مخافيش. آخر مرة شفت فيها مدام سارة كان امتى؟ يجي من أسبوع كده، من ساعة ما طردتني. طردتك ليه؟ عشان اتأخرت. بس كده طردتك عشان اتأخرتي؟ والنعمة. خرجت ورجعت امتى يا بنت؟ أنا ما خرجتش. وفي إيه؟ أنتوا عايزين مننا إيه؟ مدام سارة اتخطفت. يا لهوي! وأنت فاكر إن إحنا خطفناها؟ البنت دي خرجت ورجعت امتى يا حاجة؟ حنان ما خرجتش خالص، حنان بنتها عيانه والله. بنتها عيانه وما خرجتش، جيب لها دواء. يا بيه احنا دوانا ربنا، احنا ما معناش حق العلاج اصلا. حاجة عليا. تصبح على خير. تفتكر في خير؟ قول يا رب. يا رب. محمود في شريحة موبايل اترمت قدام بيت الأستاذ شريف. مفيش حد دخل ولا خرج غير جارته. مفيش حد دخل ولا خرج غير جارته. الأمن هنا مدخلش حد. طب روح أنت. ماشي يا فندم. لقيت النور منور، قلت الحاجة قبل ما تنام. تحت امرك. عارف انك عندك شغل بدري، مش هعطلك. اتفضل. امال الاستاذ ممدوح فين؟ نايم.
واضح ان انت صاحبه ساره قوي. جدا. شكلك انا قلقان عليها. اتفضل. شكرا. يبقى اكيد تعرفي كل اسرارها. وحضرتك تفتكر ان انا لو عارفه عنها كل حاجه هقولها لك؟ والله في الوضع اللي احنا فيه ده المفروض تقولي كل اللي عندك. والله في الوضع اللي احنا فيه ده انا ما اعرفش اي حاجه تفيد حضرتك. ونفرض ان انت ما عندكيش حاجه تفيدني. انا بسالك يا صاحبه، ما لاحظتيش عليها حاجه الفتره الاخيره دي؟ لا عادي. سيجاره؟ انت ساكنه في الكومباوند ده من زمان؟ احنا من اوائل الناس اللي ساكنين هنا. يعني شريف وساره ساكنوا الاول ولا ننزل؟ تقريبا سكنهم جه مع بعض. متأكدة؟ سارة وشريف اتجوزوا في نفس الوقت اللي نانسي اتطلقت فيه وجت سكنت هنا. ما شاء الله ذاكرتي قوية. بلس ان انا اللي جايبة نانسي الفيلا فعشان كده تلاقيني فاكرة كويس. طب ما ده وضع جديد اهو. وضع ايه؟ ان انت ونانسي صحاب اكتر من سارة. لا انا وسارة صحاب جدا زي ما قلت لك. طب نانسي وسارة صحاب؟ نانسي وسارة كانوا صحاب لغاية ما سارة قفشت على نانسي. اوكي. نانسي كانت عايزه شريف يستغل شغله في البورصه ويوقع لها طليقها، بس طبعا شريف رفض. شريف اللي قال لك؟ ساره اللي قالت لي. حكيت لك ايه تاني؟ ولا حاجه. خالص؟ خالص. في اليوم اللي انت نظمتي فيه الحفله لنانسي ما لاحظتيش حاجه عليهم؟ انت ايه يا بنتي؟ عاجبك اللي نانسي بتعمله مع جوزك ده؟ خليه يتبسط شويه. يتبسط شويه؟ انا مش مصدقاكي، اوعي تكوني سكرت. انا مش فاهمه انت مركزه مع جوزي ليه وسايبه جوزك؟ قصدك ايه؟ فيليتي كده ليه؟ انا بس حبيت اوريك ان انا فايقه اكتر منك، دي ان انا شايفه الزفت سكرتيره ابويا بتلاقي جوزك. لا امسكي بقى. يا حبيبي ما تكمل رقص ارقص. غريبة أوي الحفلة دي. غريبة ازاي يعني؟ مش فاهم. مش مهم، أنا آسف لو سهرتك. ولا يهمك. هو علاقتك عاملة إيه بجوزك أستاذ ممدوح؟ تمام؟ حضرتك علاقتك عاملة إيه بمراتك؟ زبالة. شفت جوابتك إزاي بسرعة؟ بس إحنا غيركوا خالص. واضح. طب أنتوا ليه ما خلفتوش لغاية دلوقتي؟ نعم. اللي تسوق. انا اسف، ما تنسيش بقى تسلمي لي على الاستاذ ممدوح لما يصحى. صباح الخير. نانسي وساره كانوا صحاب لغايه ما ساره قفشت على نان. ايه ده؟ يعني انا لما شفتك في المول اول امبارح كنت بجيب زيتون؟ فلوس ساره وفلوس نهاد وفلوسي دخلوا في بعض. بس انت ممكن تلف وترجع تاني بعد ما يمشوا. مين الواد اللي طلع من عند نانسي ده؟ واحد دخل بظرف وخرج من غيره يا باشا. مساء الخير. مساء النور. اؤمر، عايز ايه؟ ايه عايز اتصور. عايز تصور ايه؟ الفجر؟ اعمل ايه بقى؟ وشي ما بيرتاحش غير الفجر. حبيبي انت ايه، هب عليك ولا انت سكران ولا ايه؟ لا مش هب، انا رأيت روح عبد الكريم. شويه كده بقى. خلي بقى المكان حال مش بطال. اشمعنى بقى المدموزيل نانسي ما بتصورش الحفلات اللي بتعملها في بيتها؟ لما قصدي تبقى حفلات برايفت، الناس اللي فيها بتبقى على راحتها قوي. طب وهي بتعمل ايه بقى بالصور اللي انت بتصورها لها دي؟ والله الله اعلم،
بس كل مره بروح اصورها مع حد غالبا بيبقى الزوج القادم. يعني هو كل اللي بتصور معاها بيبقى الزوج القادم؟ ارجع ورا بس بعد اذنك. ماشي. والله اللي ما بيتجوزش بكمل تصوير معاه. كمل لحد فين؟ لحد ما هي بقى تقول لي كفايه. متهيألي دي احسن. ها؟ بقول لك ايه؟ تسيبك من الكلام ده وتفتح لي فيها رجاله نانسي من يوم ما عرفتها. ما عنديش ولا فايل منهم. والختمه الشريفه يا باشا ما عندي، انا بعد كل مره بصورها مع اي زبون بروح لها البيت واديها الفلاشه. يعني مش حاجه كده ولا كده؟ وانا هعمل بيهم ايه؟ يعني لما الدنيا تغمق معاك تسومها بيهم زي ما هي بتسومهم. يا باشا اللي تعمل كده دي تبقى مره قادره، واحد زي انا هينخرب وراها. معقول؟ الو. 10 مليون ومراتك ترجع لك، قدامك 48 ساعة. لو عرفت انك بلغت دير عليها الفتحة. 10 مليون؟ اجهزهم امتى وازاي دول؟ طب اديني اكلمها الاول. الفلوس تبقى ورقة 200، وهنبلغك بمكان التسليم. انا حسبت كل اللي معايا ما يكملش 500,000، ولو بعت الفيلا والعربية ما يكملوش 3 حتى. انا هدبر المبلغ. لا تدبر ايه يا عمي؟ دي مراتي وابني. ترى ايه يا شريف؟ انت ناسي ان هي بنتي قبل ما تبقى مراتك؟ عادي الدواء. انا رايي ان احنا لازم نبلغ البوليس. انت اتجننتي؟ انت عايزاهم يقتلوها؟ قصدها يعني ان هم ممكن ياخدوا الفلوس وما يرجعوهاش برضه. تغور الفلوس. انا عايز بنتي ترجع لي. واحنا نضمن منين حضرتك انهم يرجعوها؟ يعني هم هيخلوها عندهم ليه لو ادينا لهم اللي هم عايزينه؟ كده ولا كده البوليس مراقب الشريحه واكيد هيعرفوا مين اللي اتصل. انا اديت للظابط رقم غير اللي انت كتبته. ايه؟ ازاي تعملي كده؟ خايفة على بنتي. يا شريف طمني، في اخبار؟ طالبين 10 مليون. ياه كتير قوي. طب هتعمل ايه؟ ما انا جاي لك عشان كده. عشان ايه؟ هما مدينا مهله 48 ساعه عشان ندبر المبلغ، وزي ما انت شايفه المبلغ كبير ومش عارف ادبره لوحدي. طب مراد بيحماك يعرف يدبره، ده لو عمل كده لمهم في ثانيه. ايوه بس دي مراتي. ما هي مراتك تبقى بنته. ننسى، انا مستعد ارهن لك الفيلا. ليه هو انت جاي عايز مني كام؟ 4 مليون. اجيب لك تاكل. طب لو انا اللي اتخطفت هتدفع فيها كام؟ بص يا شريف، انا مش عارفه الصدمه هي اللي خلتك تجيلي، ولا انت يمكن صدقت اللي بيتقال عليا ان انا كل شويه اتجوز واحد واطلع منه بكام مليون. قلت لنفسك بقى كده الست دي مش فارقه معاها. لا يا حبيبي، انا الفلوس فارقه معايا، فارقه معايا قوي، لاني بيطلع عين اهلي علشان اجيبها. ولو هي مش فارقه معايا كنت اتجوزتك لانك عاجبني. ولا انت برضو الصدمه مخليك مش واخد بالك؟ انت انا عايزك تقفي جنبي عشان كده جيت لك. طب وانت جاي كده في السكه ما افتكرتش ان انا جيت لك قبل كده وطلبت منك خدمه وانت رفضت؟ انت كنت عايزاني اسرق طليقك في البورصه، وانا لا اخلاقي ولا تربيتي تسمح لي ان انا اعمل كده. سوري يا شريف، بس انا مش مصدقه الحته بتاعت الاخلاق دي، حسها واسعه شويه. ماشي يا نانسي. شريف ما تزعلش مني، انا فعلا ما حلتيش حاجه.
حبيبي. عنك خد يا ابني وصل الحاجه دي عربيه ممدوح باشا. ايه ده خد يا ابني تعال. انت مين انت؟ قال يعني مش عارفني. انا الرائد فرع عبد الكريم يا سيدي اللي جيت لك امبارح بالليل وعملت نفسك نايم. ادي المفتاح. ممكن اعرف فيه ايه؟ الحق عليا ان انا اخلي مندوب الداخليه يوصل لك الحاجه العربيه واللي وديها البيت. صدق فكره حلوه. الداخليه تقدم هوم دليفري. مفتاح راس حلوه يا باشا. معاك بيض؟ نعم. عشان لسه وشي ما اتكسرش. لا معيش بيض. وعند على فين احنا؟ عزمك على حاجه. انت ليه مش في البنك دلوقتي يا دوحه؟ زوغة؟ اه بص يا دوحه عايزين نبقى اصحاب بس اول شرط في الصحابيه ان احنا نبقى صرحاء. مش فاهم يعني احنا لو صحاب بجد كنت جيت لي دغري وقلت لي انا اترفدت من البنك يا فاروق. اه عادي قول لي يا فاروق مش احنا اصحاب. اترفدت بقى لي يا دوحه عشان انا يا فاروق استغليت شغلي في البنك وعرفت الحسابات اللي ما عليهاش حركه. قمت سحبت منها وشغلتها لحساباتي لغايه من اسبوعين جه واحد يسحب فلوسه وما لقاهاش. ايه الحكايه؟ اتفضحت. كان هيودي البنك ب 60 داهيه قاموا رفضوه. يا فاروق معلش طب هتعمل ايه؟ في ايه؟ انت لسه قايل انت اتغديت؟ لا ومش جعان. طب يلا نتغدى. انت كل يوم الصبح بتلبس بدلتك الحلوه وتعمل نفسك رايح البنك وترجع في ميعاد المروحه لغايه ما الاقي شغل تاني. معقول يا دوحه في بنك هشغل حد مختلس 2 مليون؟ مدير البنك قال لي انه مضيك على شيكات وهو اللي رجع فلوس للعمله. عملت ايه بالفلوس دي يا دوحه؟ شغلتها في البورصه. شريف اللي شغلها لك. وطبعا البورصه اتضربت والفلوس طارت. يعني تقدر تقول كده؟ وكمان نقدر نقول ان انت مستعد تعمل اي حاجه عشان ترجع فلوس البنك. يا اما هتتسجن وتخرب بيتك وتروح في 60,000 داهيه. تقصد ايه؟ اللي وصل لك 2 مليون رجعوا 20 دولار مخدرات. اللي انت بتقوله ده انا مستحيل اعمل كده. اثبت. اثبت ايه؟ الايه بقت معكوسه؟ هل اثبت اني بريء ولا انت اللي تثبت ان انا جاني؟ ليه؟ انت مش كنت موجود هنا في نفس اليوم اللي اتخطف فيه ساره؟ مش فاكر. هو انت عندك كل يوم جرب تتخطف؟ يعني فلنفرض اني كنت هنا. ما نفرضش. كاميرا المراقبه شافتك وانت خارج وانت داخل في نفس اللحظه اللي اتخطفت فيها ساره. وطلع في الكاميرا ايه؟ عمر. اجيب لك مصحف الشريف. يا ماجد بالسوق طاير. نبيع دلوقتي مش ضامنين بكره. مش هيرجع زي الاول. كام دول؟ 200,000 جنيه. طب اتفضل انت. ماشي ماشي براحتك براحتك. محدش كان عارف ان ده هيحصل في البلد. ماشي مع السلامه. فيها شريف. محدش عايز يبيع. اه طبعا. اللي اشترى والسهم سعره عالي هيستنى السهم يرجع لسعره تاني. يرجع؟ يبقوا يقابلوني. دول 200,000 جنيه وده كمان شيك ب 300,000 جنيه. انت ايه الشيك ده؟ يعني انت كان ليك عمولات ب 200,000 جنيه والشيك ده انا بنخصمه من اللي جاي. لا مش هقدر حقي. في يا شريف هو احنا بينا الكلام ده؟ ورحمه ابويا رؤوف ما هقدر حقي. تسلم. لو احتجت حاجه كلمني. ب 350 يا يحيى العربيه جديده. ماشي يا يحيى ماشي هكلمك تاني هكلمك تاني. ماشي ورايا ليه؟ ماشي ورايا ليه؟ استنى يا استاذ شريف انا ظابط. ولما انت ظابط تمشي ورايا انا؟ كلم فاروق بيه وهو يفهمك.
انا من السابق قلت لك ان احنا هنراقبك. حصل خير. سلام. بس في حاجه مهمه بقى انا مش فاهمها يا فاروق. خير يا دوحة؟ يعني لو انت عندك دليل واحد ضدي كنت هتحقق معايا كده في الفسحايه. يا ابني ليه يا عفريت؟ مش انت اللي شكرت لسارة الزيتون اللي هنا؟ لا مش انا. امال مين؟ وحش قوي الزيتون ده يا غاده. مش عاجبك ما تاكليش. لا لا دي بتهزر يا غاده، عشان عارفه يعني ان انت اللي منظمه الحفله وكده. ما هي لازم تعرف التغير اللي بيعملوه لها الكاترينج. لا لا لا، لو هنتكلم عن الكاترينج بقى يبقى نتكلم على الاستاذ ممدوح ملك البقاله. مفيش مره اروح سبينس غير لما الاقيه هناك. ايه انت كل ما تخسرني في البورصه راح فيش شغلي في الشركه. طب ما تشغليه بفلوس انت يا غاده بدل ما هو مضيعها في البورصه. غاده مدام سميره ازاي؟ وحشتيني. وانت كمان. هاي يا شريف. انا اول ما شفت الحفله الحلوه دي قلت اكيد اكيد انت اللي وراها. لا طبعا. شفتي بره؟ لا يا حبيبتي لسه. تعالي اوريكي. عن اذنك اتفضلي. يا ساره انا فيها تقطيم يا عم. عادي يعني هي شتمتها كمان عندها حق. الاكل وحش قوي. ايوه اقعد انت بقى سخن فيهم كده لحد لما يتقشوا في بعض. هاي ساره. هاي شريف. هاي عامله ايه في الحمل؟ الحمد لله. عقبالك. عقبالي ازاي يعني وانا مش متجوزه؟ هو شرط بالنسبه لك يعني عشان تخليكي تكوني متجوزه؟ على رايك بقيتش شرط اليومين دول. طيب واضح ان انت اوت اوف مود بقى. انا همشي عشان البس. ماشي؟ ثانيه ثانيه. اخبار القرض ايه؟ كده عدى اكتر من شهر. والله شكله هيترفض. انت مش قلت انك هتمشيه لي؟ اه بس يعني مدير الائتمان رخم شويه. ما تعرفش تجيبه لي هنا؟ ايه؟ هشتغل لك. هظبطك. ظبطيني انا اجيبه لك من بنك تاني. هو انا لسه هستنى بنك تاني؟ انا كاتبه على نفسي شيكات من غير رصيد. امال ايه السمعة طالعة عليكي دي؟ ان كل عريس يعني تقفش منه قرشين حلوين؟ اخر واحد ما سابليش غير اللي انت شايفه ده. بس يا حرام انت غلبانة قوي. يا ولاد الايه كلكوا؟ انتوا غراب جدا. مش فاهم. ولا انا. وكملت راس؟ لا ما كملتش. متهيألي انها تعبت لان انا شفتها مروحه بترجع في الشارع. ويمكن الاكل كانت فيه حاجه بايظه. ويمكن الكام كاس اللي شربته. كام كاس ايه؟ ساره ما بتشربش. ما بتشربش خالص. خالص. انتوا غراب غراب حقيقي. ومدام غدا عرفت ان نانسي طالبه قرض؟ لا. ليه؟ اصلا ما قالتليش. انت ليه ما قلتلهاش اصلا؟ عشان غدا لو عرفت ان نانسي جت للبنك هنتطلق. عندها حق. قول لي ممدوح، هي نانسي بتعتبرك جار ولا صديق؟ نعم. وعلى كده بقى يا فندم حضرتك عرفت نانسي دي كانت طالبه قرض بكام؟ ايوه لسه مكلم مدير البنك وقال لي طالبه قرض ب 20 مليون. عندها حته ارض وعايزه تعملها مجمع مطاعم. طب ما ده مشروع حلو قوي لاي بنك. لا ما واخدها بالقسط دفعه 10 وكاتبه على نفسها شيكات ب 10. الله ده هي بقى. ليه؟ انت عندك استاذ ممدوح ورط نفسه نفس الورطه. كاتب البنك شيكات ب 2 مليون. الحكايه كده اتلخبطت خالص يا فندم. ده كده كلهم عندهم دوافع للخطف. انا بالشكل ده ما عادش عندي غير امها. طب صح. معقول يا فندم امها برضه هتخطفها؟ ليه انت ناسي الست اللي كانت خطفت بنتها وطالبه من جوزها فديه؟ ايه يا عم فوق؟ طب على كده بقى يا فندم فرضيه ان ساره تكون مخطوفه بمزاجها لسه وارده. ليه لا؟ وارد. طب والفديه يا فندم؟ دي يا معلم بقى لصاحب النصيب. ايوه يا فندم بس هي غنيه مش محتاجه يعني. لا ده كان زمان قبل فلوسها ما تتلخبط مع فلوس جوز امها. طب تفتكر ليه حضرتك ان كلامهم كله كان عكس بعض؟ ما تنساش ان ده كله كان في اطار دردشه. هو ده اللي انا مستغرب له بصراحه يا فندم. ليه حضرتك ما خليتهاش اقوال في محضر رسمي؟ عشان اعرف الفرق بين كلامهم اللي قالوه في الدردشه واللي هيقولوه في محضر رسمي. سقف. اطلب لنا سعادتك كريم الجزاوي. يا رخامه امه، عليه كام سيزيفت ده؟ مليون و100 الف وكاتب 10 شيكات. عليه كام دلوقتي يا مصطفى؟ مليون و100 الف. يبقى مش هرد طبعا. خد يا عم. ده ايه ده؟ ده كل اللي قدرت المه. يا ابني ما انا قايلك ما تشيلش هم. انت بتبص له ليه؟ خدهم. كام دول؟ مليون وربع. معدودين؟ راجعهم برضه. ايه؟ ما بيردش. ايه؟
فاروق بيه مش هينفع كده. فاروق بيه، فاروق بيه استنى. انتوا كده بتلعبوا لعبه ما انتوش قدها. اوعى تفتكر ان انتوا بتتعاملوا مع ناس هبل وتديهم الفلوس يرجعلكم سهره. انا قلت كده من الاول. معقوله يا بيه؟ يا راجل كبير عاقل تفكر تتصرف من ورانا؟ تدينا شريحه بره الخدمه؟ لا انا مش عارف اقول لك ايه. هي نهاد اللي كانت مرعوبه لانه مهددونا لو بلغ. هيخلصوا على البنت. طب ما عادي. اما اللي عايزهم يقولوا لك ايه؟ والنبي اتصل بالبوليس عشان يفشوني. لا لا انتوا بتهرجوا. على فكره انا حاولت اطول مع المكالمه زي ما انت قلت لي، بس ما كنتش اعرف ان حمادي مديك نمره غلط. قالوا لك ايه؟ طالبين 10 مليون كلهم متينات ويكونوا جاهزين في خلال 48 ساعه. بكلموك امتى؟ النهارده الصبح. طيب اكتب لي رقم الشريحه ولا اقول لك؟ رني لي من احسن تتلخبط. يا ترى بقى كملتوا المبلغ؟ تقريبا. ممكن يا مربي نقعد لوحدينا؟ اتفضل. انا برن لك. اتفضل. اتفضل. شكرا. مربي هو في حاجه بينك وبين المهندس نرمين؟ مفيش حاجه من اللي في دماغك. لا مؤاخذه ولا حتى رفق ولا حتى مربي. احنا رجاله زي بعض ونفهم بعض كويس. نظره البنت دي ليك مش نظره سكرتيرها. بص عشان اريحك، هو كان في اعجاب متبادل. ايوه كده. بس قبل اي شيء عشان ما تفهمش الموضوع غلط، نرمين دي بنت محترمه جدا ومالهاش في المشي البطال. ولما حصل اعجاب متبادل بينا طلبت انه يبقى في ارتباط رسمي. انا قلت لها ما اقدرش اعمل كده واقترحت عليها لو هي عايزاه انا ممكن اكتب عليها عرف يعني. والعرف ما لناش فيه فرفضت. مش بس كده، ساره برضو حست بالموضوع. وكلمتك؟ لا هي كسفت فكلمت شريف. الحقيقه هو اللي خلص الموضوع لغايه كده يعني. ازاي؟ يعني هو راح قعد مع نرمين اقنعها ان ارتباطي بيها صعب، علاقات زي دي محكوم عليها بالفشل، شويه كلام اللي انت عارفه يعني. ما قفشتش ورجعت اشتغلت عادي؟ لا دي قعدت غايبه على الشغل يجي اسبوع لغايه لما برضو شريف اقنعها ورجعت تشتغل. والله اسبوع كتير، اقنعها ازاي؟ شوف نرمين بتاخد عندي مرتب كويس، ليها كمان حوافز وكفاءات. اعتقد ان شريف لعب على النقطه دي وقال لها جربي، لو ما استريحتيش بيمشي. والكلام ده من امتى؟ يعني حوالي شهر تقريبا. بقول لك يا مربي، انا لو حبيت اعمل باسبور افريقي زي اللي معاك ده وبتلعب بيه قمار يكلفني كتير. استاذن انا عشان ما نمتش من امبارح. اتفضلي يا نرمين. ميرسي. خديني معاكي. استاذن بقى يا مربي. ساعتين وهعدي عليك في البيت. كل حاجه فتش عن المرأة. فندم احنا مش بندور على ساره برضو، وساره دي مراه يبقى فتش عن المراه اللي في حالتنا دي بنت جوزك. لمؤاخذه يعني هو اللي كان نفسك يبقى جوزك. استاذ مراد اللي قال لحضرتك كده؟ حلوه استاذ مراد يا استاذ نرمين. ما تيجي اعزمك على حاجه حلوه. هي تعبانه، لو ضروري ممكن تتمشى معايا للعربيه. نتمشى؟ ليه لا؟ عارفه ايه اللي عجبني فيك يا نرمين؟ ايه؟ انك اصيله. يا عرفت الكلام ده منين؟ إيه؟ اول ما دخلت لقيتك خدتي فلوس التامين اللي عملها مربي على حياه ساره. قلت بصراحه البنت دي كده. انت ليه خبيتي البوليس يا نرمين؟ عشان ما تفهمش غلط. اعوذ بالله، معقول ظني السيء يوصلني ان مربي يعمل كده عشان يصرف تعود بمليون دولار؟ دول بالنسبه له فك. كويس انك عارف الكلام ده. قولي لي بقى اصيله، انت ايه اللي خلاك كملتي الشغل مع مراد بعد ما اداك البومبا؟ بومبا؟ كنت ناوي فعلا اسيب الشغل الاسبوع ده، بس بعد اللي حصل لساره قلت اكيد ما يصحش اعمل كده. استنى لما ترجع بالسلامه وبعدين ابقى امشي. يعني هو انت فعلا نفسك ساره ترجع؟ فاروق بيه مش انا اللي اشمت في مراده ولا في بنته في موقف زي ده. حتى لو كانت هي السبب في فركشه جوازك مع مراد؟ مراد لو كان عايز يتجوزني فعلا كان شد ودنه لساره. ده اللي خلاني اخد قرار اني اسيب المكتب. يا معقوله في ستات عقله كده؟ سميها عقله سميها هبله، مهم ان الموضوع باظ. مش اخلاقي اني اشوشر عليه عند مراته وبنته. وبعدين ما يبقاش عليا، ما بقاش انا عليه. طب مش غريب ان انت تكوني واخده قرار تسيبي الشغل مع مربي وبعد كده تطلعي معاه الحفله بتاعت نانسي؟
احنا كنا في المكتب ومخلصناش شغل. مراد كان ناسي موضوع الحفلة، طلب مني اروح معاه الحفلة عشان نكمل شغل. يعني رايحين الحفلة عشان تشتغلوا؟ مراد ما بيعملش حاجة في حياته غير انه بيشتغل. بصراحة الراجل ده من حيث الشغل ما بيأثرش. طب انت ما لاحظتيش حاجة غريبة على سارة في الحفلة؟ غير انها سلمت عليا زي الزفت. مراد بيه. اهلا نانسي، اهلا. ازيك؟ اقدمك نرمين. طبعا اهلا. عارفاها، اتقابلنا قبل كده عند ساره وشريف، صح؟ اتفضل. فين مامتك؟ ماما هناك. عامله ايه؟ يا ساره حمل مدمرني يا غاده، باكل زي الحمار. ليه كده يا ساره؟ ايه ده؟ طبعا لما عرفت ان حبيبتي القلب هنا قمت جايه على طول. عيب اللي انت بتعمله ده، اللي بيني وبين ساره انتهى من زمان، خلص يوم ما فكينا الخطوبه. لما هو انتهى ايه اللي جابك؟ انا مش جاي لك بيتك عشان تقول لي اللي جابك. ولا ور من هنا. قسما بجلاله الله، لولا الظروف اللي انا فيها لكنت عرفتك مقامك. انا عايزك تنسى الظروف وتعرفني مقامي يا دكر. شريف، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. هتابعك عن طريق التليفون اللي انت هولك كده كده، هنكون حواليك من غير ما تحس بينا. طب ما انا النهارده حسيت. اضمن منين بقى ان هما ما يحسوش ان انتوا مراقبيني فيعملوا فيها حاجه؟ ومين قالك ان احنا كنا عايزين نستخبى؟ احنا عارفين شغلنا كويس. ربنا يستر. قول لي يا استاذ شريف، هو انت رحت الناس تطلب منها فلوس؟ رحت بس ما طلعتش جدعه. هي اللي قالت لك؟ حاشا لله، الست كتومه ده حتى ما قالتليش ان انت ربط عصام الشربيني في الحفلة. نرمين اللي قالت لك؟ مش معنى نرمين عشان دي بنت ستين مش عايزين نغلط في حد. مش محتاجة مفهومية، هي الوحيدة اللي شافتنا. طب وانت ليه مش عايزها تقولي؟ عشان ما عرفش ان انت رحت لحسام الشربيني المكتب وجيت لي تاني يوم تقولي ان خبطتك عربية كده تقلقني عليك. على فكرة انا كنت عند حسام الشربيني وهو اللي قال لي. انت ليه رحت له؟ سارة كانت مرة حكيت لي إن هي خبطت واد بالعربية، وسيزفت خطيبها ده كان معاها، فقلت أروح أشوف يمكن يكون الواد ده ليه يد في حاجة. وإيه اللي خلاك تكذب عليا؟ خد بالك اللي بنتكلم عليها دي مراتي، اللي كان معاها ده كان خطيبها. قدر. طب ليه فكرت في الواد اللي خبطوه بالعربية وما فكرتش في حسام الشربيني نفسه؟ ده أبوه في السجن والنائب العام متحفظ على كل أملاكه والعشرة مليون يفكوا زنها. حسام كله هيبان يا استاذ شريف. الو، جهزت الفلوس؟ ايوه. كمان ساعه في مترو الانفاق محطه باب الشعريه اتجاه العتبه. ومين هما؟ ايوه انا رايح لعم اجيب الفلوس واروح لهم. أفرق بيه، أنا بتحرك. إحنا سمعناهم، هنسبقك على هناك. يا عم، في حد وراك؟ لا، مفيش حد ورايا. خلي ده معاك.
خلي بالك على نفسك. ها يا عمرو، ايه الاخبار؟ جينا على المترو يا باشا. ايه اللي عملته ده؟ اللي شفته دول مراقبيني وعارفين ان انتوا ورايا. دول تحط لهم الشنطه والباب بيقفل. ما انا سايبهم يقتلوها. لا اديهم الفلوس احسن. الفلوس ولا مراتي؟ في السجاير شويه يا نهاد. رايح فين يا ابني؟
بس يا استاذ داوود الحكايه دي لو كشفت انا ممكن اروح فيها. ما تخافش احنا مش هنغرقك. ايه ده انت بتعمل ايه ده؟ ايه داوود بيه انت عامل لي كمين ولا ايه؟ مراتي هترجع لي، ابني اللي في بطنها هيرجع لي. خلصت ها؟ كده القضية خلصت يا حضرة الضابط. برافو أحسنت أحسنت يا حضرة الضابط. ليه عملت التحاليل دي يا استاذ شريف؟ مفيش، قررت اتجوز واصحابي قالوا لي بقى روح اطمن عادي يعني. بس للاسف مفيش امل انك تخلف يا استاذ شريف. واعتقد ما دام عرفت لازم تبلغ عروستك. عارف احنا ناقصنا ايه يا شريف؟ في ناقصك حاجه. انت مش كنت عايزنا نخلف؟ بس انا مش عايزك تفكري في الموضوع ده. يعني ايه؟ أنا عايز أقولك إن أنا شريف أنا حامل. بجد؟
المراد اللي بعتك تقول الكلام ده؟ اصله كسف يا وجهك. كسف؟ وما اتكسفش برحمه ليه قبل كده؟ ولا هو انا ما انفعش يعني غير في الحرام؟ وديني لفظه. مالوش لازمه الكلام ده. انا عارفه كل بلاوي. اسمع المفيد. انا عايز ادمر العيله دي اكتر منك. انت؟ ليه؟ ساره بتخوني. انتي حامل. اوعى يكون اللي في بطنها ده. عرفت ازاي؟ مش مهم عرفت ازاي. المهم دلوقتي ان احنا الاثنين ما ينفعش ناخد على قفانا. احنا الاثنين شكلك كده محضر لهم حاجه. لو سمحت السوبر ماركت اللي هنا فين؟ حضرتك تمشي على طول شمال. اوكي ميرسي. انتوا متعودين تبطئوا من السوبر ماركت ده؟ ساره عمرها ما راحت سبينز قبل كده. هو اللي ما راحش السوبر ماركت ده قبل كده مش لازم يسأل مكانه فين؟ هات لي كل اشارات كاميرات المراقبه قبل ما تخطف ساره باسبوع. تمام سعد. سوري يا شريف. حامل وبترقصي. اعمل ايه؟ لقيتها طالبة معاك رقص، قلت مرقص أنا كمان. ما قلت ليش رقصي ولا رقص نانسي. خدتش بالي. طب احنا فيها رقص لك؟ بس مش هنا. حلوة. غريب. مش قلت لي اعمل لك مفاجأة؟ بس انا في حاجة بقى كنت مخبيها عليك وعايز اعترف لك بيها. انا ما بخلفش. ما بخلفش. وانا اللي كنت حاسس بالذنب ان انا مخبي عليكي، بس ربنا حرمني من الخلفة عشان اعرف ان انتي وسخة. ليه عايزة تلبسيني عيل ليه؟ صوتك نجس. مين الواد ده؟ ده حسام الشربيني ولا مين؟ الواد ده مش هيتولد. مش هيتولد! تليفونك متراقب. في شريحة هتلاقيها قدام الباب. حطها في تليفونك وهنكلمك. تليفونك متراقب. شريحة هتلاقيها قدام الباب. حطها في تليفونك وهكلمك. في شريحة موبايل اترمت قدام بيت أستاذ شريف. مفيش حد دخل ولا خرج غير جارته. سارة برضه حست بالموضوع فكلمت شريف. الحقيقة هو اللي خلص الموضوع لغاية كده يعني. قعد مع نرمين أقنعها وراجع تشتغل. هكلمك على الموبايل يا سارة. مش هينفع أركن هنا. هتاخدي الفلوس وتودي شنطة فيلا حسام الشربيني. والزرار ده تحط في ايديها. المراقبين وعارفين ان انتوا ورايا. قوم تحط لهم الشنطه والباب يقفل. هم انا سامعهم يقتلوها. لا ادوهم الفلوس احسن. الفلوس ولا مرات كده. القضيه خلصت حضره الضابط. احسنت. احسنت حضره الضابط.
شريف انا حامل. بجد مبروك.